مع حضراتكم. النهارده لسه منتخبنا الدقيقة 90 ولسه منتخبنا متأخر بثلاث أهداف مقابل هدف. أعتقد إن هي خيبة أمل كبيرة كبيرة جدا جدا للجماهير المصرية والجماهير العربية بشكل عام والجماهير المصرية بشكل خاص. كلنا كنا ثقة وكلنا كنا تفاؤل النهارده في المنتخب المصري، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خسارة بتؤدي إلى مغادرة المونديال بعد مباراة السعودية. خسارة محزنة جدا جدا. قعدنا وهرمنا عشان نشوف منتخبنا في كأس العالم بروسيا، لكن كان باين جدا، كان باين جدا. ومش عايزين نقول إن احنا عندنا سوبر مان أو كل لعيبة وسوبر مان، أكيد اللعيبة لوحدها. وقلت قبل كده أنا إن احنا خسرنا من أوروجواي وعملنا مباراة كبيرة جدا، لكن الروح عمرها ما كانت كفاية يا جماعة. كان واضح قوي، مش عايز بقى أتكلم، كان واضح قوي. لكن مستر هيكتور كوبر زرع جوانا أو أقنعنا إن مجرد ما نوصل لنص ملعب الفريق المنافس ده في حد ذاته إنجاز. بنفرح كلنا لما نشوف نص ملعب الفريق المنافس، بنفرح كلنا لما حد يشوط كورة حتى جنب العارضة. ما كانش ده منتخب مصر خالص، لكن حتى العتاب مش هيفيد. شرفتوني ونورتوني، كل التوفيق للكرة المصرية، كل التوفيق للنادي الأهلي. شكرا جدا لحضراتكم.